الصحبة وأثرها في بناء الشخصية. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن الإنسان اجتماعي بفطرته، يحيا في مجتمعه، يتأثر به ويتفاعل معه من خلال سماته الشخصية التي تختلف عن غيره. ومن ثم فعليه أن يختار الصحبة الصالحة، فإن للمجالسة والمقارنة أثرها الواضح الفعال في فكر الإنسان وسلوكه، وهي سبب في تحديد مصيره وسعادته في الدنيا والآخرة. ولا خلاف أننا نحتاج إلى شخصية سوية تتسم بأسمى معاني الإنسانية وأعلى درجات الوطنية، حتى يخرج لنا جيل يبني ولا يهدم، يعمر ولا يخرب، يقدم مصلحة الوطن العامة على أي مصلحة أخرى. وقد أمرت الشريعة الغراء بحسن بناء الشخصية لتكون شخصية واعية تدرك المخاطر وتحسن مواجهة أعباء الحياة وتتقي الفتن والشبهات. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كما وجهت الشريعة أيضا أن يكون الإنسان صاحب شخصية واثقة غير مترددة، تعي الصواب النافع وتتبع الحق ولا تخوض مع الخائضين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعه، تقولون: إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. ولا شك في أن من أهم الأمور التي لها أثرها البالغ في بناء شخصية الإنسان الصحبة، فإن المرأة يتأثر بجليسه ويصطبغ بصبغته فكرا ومعتقدا وسلوكا وعملا. وقد دل على ذلك الشرع والعقل والتجربة والواقع والمشاهدة. هذا وللصحبة الصالحة أهميتها البالغة في بناء شخصية سوية نافعة لدينها ووطنها ومجتمعها. وهذا ما ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام، وفي مقدمتهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي ضرب أروع المثل في حسن الصحبة والوفاء بحقها، وذلك حين قال له أهل مكة: إن صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم عاد. فقال بثقة ويقين في صاحبه صلى الله عليه وسلم: إن كان قال فقد صدق، إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء. وهذا ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم، وهم خير قدوة للصحبة الصالحة الطيبة المبنية على المؤاخاة والإيثار والانتماء والوحدة والعمل الإيجابي النافع والتواد والتراحم. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كما أن لصحبة الصالحين بركتها وفضلها في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال:
فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم، فأعطيتهم ما سألوا، وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي، فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ومن ثمرات الصحبة الصالحة أنها سبب في حب الله عز وجل والفوز بالجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله له على مضرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وكذلك تكون سببا للحشر معهم يوم القيامة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ولله در الإمام الشافعي حيث قال: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. وكذلك من ثمرات صحبة الصالحين أنها تذكر بالله عز وجل وتثمر خيرا في الدنيا والآخرة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله، أي جلسائنا خير؟ قال: من ذكركم بالله رؤيته، وزاد في علمكم منطقه، وذكركم بالآخرة عمله. والصاحب الحق مرآة أخيه، يحثه على الخير وينهاه عن الشر، ويحب له ما يحب لنفسه. قال تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلنا: يا رسول الله، نصرته مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تكفه عن الظلم، فذاك نصرك إياه. وهذا ما طبقه الصاحب الصالح الذي وجد صاحبه يحيد عن الحق وينجرف عنه متبعا للشيطان والهوى، فنصحه وبين له الحق ووصاه بما ينبغي أن يفعله، وحذره من عواقب البعد عن الله عز وجل. قال سبحانه: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولله ذر القائل إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيه شمله ليجمعك. وكما أن للصحبة الصالحة أثرها الطيب النافع في الدنيا والآخرة فإن للصحبة السيئة أثرها في تكوين الشخصية السلبية أو الهدامة أو المنحرفة ولذلك ضرره البالغ ومفاسده الوخيمة في الدنيا وسوء العاقبة في الآخرة. فالصحبة السيئة تهدم القيم النبيلة وتمحو الأخلاق الحسنة وتفسد النشأ والشباب وتعطل مسيرة العمل وتروج الشائعات وتنشر الضلال والفتن. فصاحب السوء يسعى لإضلال صاحبه بالعقائد الفاسدة والأفكار الهدامة. ولقد ذكر القرآن الكريم لنا مشهدا واضحا لصاحب السوء فقال سبحانه فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال سبحانه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولقد صور لنا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب السوء بنافخ الكير فقال صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وكما أن صحبة السوء تعد أداة هدم وظلم للنفس والغير وأخطرها من يحاول أن يجرك إلى طريق الجماعات الهدامة الضالة المنحرفة التي تدعو إلى التخريب وإلى الهدم والإفساد في الأرض ومن يحاول أن يجرك إلى طريق المخدرات والإدمان بقوله أو بسلوكه لأن هذا وذاك يأخذان المرأة إلى طريق الهلاك والهاوية وإلى سخط الله عز وجل في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإسلام ينبغي علينا جميعا الحذر من رفقة أهل السوء وعدم مخالطتهم حيث يقول سبحانه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره
إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اعتبروا الناس بأغدانهم، فإن المرأة لا يخادن إلا من يعجبه. ولله در القائل: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. على أننا نؤكد أن بناء الشخصية من خلال تحقيق الصحبة الصالحة مسؤولية مشتركة ينبغي أن يتكاتف عليها المجتمع كله، وعلى الجميع أن يدرك عظم هذه المسؤولية. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فينبغي الاهتمام المبكر بالتربية والحفاظ على النشأ من خلال الأسرة والمدرسة والمسجد وسائر مؤسسات المجتمع التربوية والفكرية والإعلامية، وتدافر وتكامل الجهود لتحصين النشأ والشباب من الفكر المتطرف والجماعات الخداعة الهدامة، والعمل على تعزيز الانتماء الوطني. فرعاية أبنائنا وشبابنا ومشاركتهم في اختيار رفقائهم أمانة كبرى ومسؤولية عظمى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة، وحقق لنا ثمرتها يا رب العالمين.